ففي العام 1958 وصل إلى لبنان موسى بن صدر الدين الصدر الناشط الإيراني الأصل، أحد أصهار الخميني نفسه. كان موفدا من النجف للقيام بنشاط ديني في أوساط شيعة لبنان، وبعد 10 سنوات على زيارته أصبح موسى الصدر رئيسا للمجلس الشيعي الأعلى الذي أسسه في لبنان، ومنح الجنسية اللبنانية. في عام 1973 أنشأ الصدر حركة المحرومين، وهي حركة اتخذت في بدايتها صبغة العمل الاجتماعي والخير. في 6 يونيو عام 1975 وقع انفجار مدوي في إحدى مخيمات التدريب السرية في البقاع. أثار الحادث كثير من علامات الاستفهام، عندها اضطر الصدر إلى الخروج والإعلان عن وجود حركة أمل، الجناح العسكري لحركة المحرومين، في 12 من أغسطس عام 1976، ودعا الجيش إلى مواجهة ما أسماه الخطر الفلسطيني. متأخرين أفاق فلسطيني المخيمات على حقيقة الدور الذي يقوم به الصدر في لبنان، فحاولوا اغتياله، أقدموا على نسف بيته في بعلبك لكنه نجا وفر إلى دمشق. هاجمت قوات منظمة أمل مخيمات صبرة وشتيلة وبرج البراجنة بالقصف المركز بمدافع الهون. بعد تلك المجزرة دعي موسى الصدر لحضور احتفالات ثورة الفاتح في سبتمبر في ليبيا عام 1978، حيث انقطعت أخباره بعدها. كان الصدر مطلوبا لعدة جهات، فانقلابه على الفلسطينيين ودور حركة أمل في إبادتهم خلقت لدى الفصائل الفلسطينية حالة من العداء الشديد للصدر ولمنظمته. تلك الحالة التي امتدت إلى بقية الشعب اللبناني لدنوء الصدر في مجازر الحرب الأهلية. كان هناك الخميني أيضا الذي رأى في موسى خطرا على نفوذه داخل إيران في مرحلة ما بعد الثورة، لذا كان لابد من إقصاء الصدر وإخفائه عن المشهد تماما.